حسن التلطف في النصيحة وحسن الإنكار والنظر أيضا في مصلحة المنصوح واختيار الوقت والمكان المناسب، لأن بعض النصائح فضائح. قال: تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أنت إذا جئت قلت لفلان من الناس أمام الناس: يا أخي أنا أنصحك بكذا، تفضحته. أي نصيحة هذه؟ وهذا أدعى لعدم قبول النصيحة منك، لأنك ما سلكت المسلك الصحيح. النصح يكون باللطف وبالحرص، وإذا علمت أن أخاك لا يقبل منك نصحا فاذهب إلى غيرك ممن يقبل منه النصح، قل له: يا أخي انصح فلان. والنصيحة لها آداب وأمرها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها الدين. الدين النصيحة لعظم مكانتها، فينبغي أن نتأدب بآدابها.